خديجة أربعة الوليدات اللي توفوا لك بهذا المرض النادر. عاودي لي كيفاش قصتك مع هذا المرض؟ وقصتي مع هذا المرض، أنا بداني المرض من 1999، زادت لي البنيتة الأولى، دارت 6 شهر، ديتها للطبيب قال لي ديري لي التلفازة، دارت لي التلفازة قال لي عندها الطحان. ولكن علاش قلتي للطبيب؟ اش بان عليها؟ ضعيفة، عندها النقص وكرشة كتنفخ. ديتها للطبيب قال لي ديري لي التلفازة، درت لي التلفازة قال لي عندها الطيحان والكبدة منفوخين. مشى صيفطني لبني رشد النعس، مشيت لبني رشد بقاو عليا التحاليل والتلفازة، التحاليل والتلفازة. نعست 5 شهور بالبنت الاول، واخا 5 شهور وانا نعسه في الطبيب. انت يا خديجه نعسه ببنتك، واش عارفين المرض ديال بنتك ولا غير تجربوا التحاليل ونعسه؟ لا مازال ديك الساعه ما عارفوش هذا المرض بان هو وراثي، ما عارفين حتى التالي نعس بها 5 شهور. عاد قالوا لي بان هو هذا المرض راه وراثي، عندك انت دي ولد خالك، عندك 25% تصابوا لك الدراري، 25 منك و25 منه كيجوا الدراري مصابين. راجلك ولد خالتك؟ ولد خالي، دي ولد خالي. وزادت لي البنت الثانيه نفس المشكل، وزاد لا والاولاني واش توفى؟ توفى الاولاني شنو سنين؟ دارت 6 سنين وتوفات، حيت لها الطيحان صبرت دارت 3 سنين، 6 سنين وتوفات. وزادت البنت الثانيه حتى هي نفس المشكل، بقيت نجري معها 2 شهور وانا نحسها عاوتاني في الرباط. درت ليها التحليل ولو كيعطوني غير واحد التحليله كنديرها نصيفطها لفرنسا، صافي كيقول لك بانه هذه مريضه والدواء ما كاينش. ديك الساعه كنقول لها 40 مليون في الشهر، الدواء ما كاينش. 40 مليون في الشهر؟ الشهر الدواء. اذا الدواء كاين. ديك الساعه ما كانش هنا، ديك الساعه ما كانش، ديك الساعه ما عندك الفلوس ما كاينش، واخا يكون عندك فلوس ديك الساعه ما كان. تزاد الولد الثالث، تزاد الولد الثالث هو نفس المشكل، بقيت نجري معاه ديري التحليل، جري راه كتعرفي كتعاني الولد، لا كان مريض كتعاني معاه، كيموتوا ليا بين يديا وليداتي، كيموتوا ليا بين يديا، انا نهار على نهار كنموت. تصوري اللي مات ليها عولت كيفاش كتكون، انا ميت لي اربعه الوليدات ويموتوا ليا بين يديا، وحده مات ليا هنا في الرباط، واحد مشيت غير ضيفه لدارنا، مشيت بولدي رجعت بلا ولد. لا اله الا الله. تصوري تزادت البنت الرابعه. وكلهم كدوزوا واحد يعني 6 سنين ولا هذا راه مش 3 سنين وهذا يعني الوليد تتولي دار بلاصتو، ماشي ولد 3 شهور ولا بلاصتو كيلعبوا ما كيضرهمش، داك الشيء غير كيتنفخ وكيأثر عليهم وما كيتحركوش بزاف. ما تيكونش الالم، ما كيكونش الالم، غير المهم اللي جاتهم السخانه كتأثر عليهم. جاتهم الكحبه، قلبي انا كيبغي يسكت، ملي كتجي من الكحبه ما كنعش. ولكن خديجه، شنو اللي خلاك تولدي 4 المرات وانت كتعرفي المشكل؟ كيقول لك دابا بلاتي، كيقول لك دابا العائله ديالك كيقول لك ما تقطعيش ياسك من الله. واش العائله ولا الطبيب اللي تيقول لك ما تقطعيش؟ لا الطبيب ما كيقولش لي لا ولدي ولا ما تولديش، ما كيقول لك والو، ما كيقول لي حتى شي حاجه، كيقول لك الدواء غالي وصافي. وتيقول لك باللي زعما في كل ولده غيكون هذا المشكل. 25% تجيبي مريض تقدري تجيبي الولد صحيح، تقدري تجيبي. وانت تقدري كان هو الامل ديالك. بقيت متبعه ذاك الامل ديال تقدري، الاول والثاني والثالث والرابع ودابا الخامس. والرابع حتى من سن توفى لك؟ 3 سنين بنيته، 3 سنين كلهم في 3 سنين توفى. دابا البنت هذه ديال 3 سنين قالوا لي بان هو جاها الدواء، وملي جاها الدواء بربع شهور هي ماتت. ملي عيطوا لي قلت لهم صافي البنيته راه ماتت. جاها الدواء؟ كانت عندك الامكانيات. شحال الفلوس اللي جمعتي باش تعتقي هذه البنيه؟ لا هما واحد لابوراتوار في امريكان قال لك كيساعدوا كياخذوا وليد من هاد المرض هذا. ايوا عيطوا لي قلت لهم صافي البنيته توفات، انا عيت من رغب وعيت من زاو. ديك الساعه ملي كنمشي اي باب كيقول لك مسدود، ما كاينش. نهار جات الدواء البنيه كانت مشات. نهار جات الدواء البنيته توفات ليا في الطريق، غادا بها في الطبيب. تصورين واش داك طاح ليا مات. يعني كل مره 4 ديال الرزيات، 4 ديال الكبدات اللي كترزاي فيهم. كنترزف وهكذا. ودابا هاد الوليد دابا الدواء كاين، وكاين الناس اللي كيستافدوا منه، والمشكله عندي التغطيه الصحيه وما مستافداش منها. دابا الدري عنده عامين وانا مصيفطه ليه والو ما كاينش. واش خديجه الوليد دابا عنده عامين، واش كتسني العام الثالث؟ كتسني 3 سنين؟ انا كنتسنى كل نهار، كنقول ولدي غيصبح ميت. هاد السيمانه كان مرض، كتجي الكحبه كتاثر عليه، كتجي السخانه صافي كتاثر. تصوري الانسان يكون مريض راه كتاثر عليه اي حاجه، مسكين ما نقدرش نخرج بهم، ما نقدرش. 18 عام حياتي كلها، دابا انت حياتي كلها انا دوزت في المرض. شويه الامومه ومن بعد كتفقديها، عاوتاني كتقلبي على 4 ديال المرات كتعاودي نفس التجربه، ودابا
كتعيشي تجربه وكتسني. كنتسنى دابا اللي كاين الدواء، دابا كاين امل وكيبقى فيا الحال ان الدراري كياخذوا الدواء وانا ولدي ما كياخذش، هذه هي اللي كيبقى فيا الحال. دابا انا غادي لابولاتوار اللي في كازا كنقول انا اللي ولدي 18 عام وانا كنعاني، وربعات الوليدات اللي ميتين ليا، علاش ما يشوفوش بيا انا بقلب الرحمه ويساعدوني في هذا الوليد؟ انا كنطلب من وزير الصحه يساعدنا، كنطلب من الحكومه الجديده تساعدنا، كنطلب من المحسنين يشوفوا بنا بعين الرحمه ويساعدونا. شي راه عار على المجتمع، تصوري كتعاني حياتك كلها وانت كتعاني من المرض. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا شكرا لك خديجه، وحتى انت يا خديجه نهضر على النفسيه ديالك وعبرتي عليها في الاول باللي تيموت والكبير يديك. انا ميته وانا واقف غدا وكنبكي جيو كنبكي، ما كنعش بالليل كنبكي ولد حدايا مبقيتش كنحس، غدا وكنبكي في الكوزينه كنبكي ما كنسكتش من البكا، كنشوف ولدي كيتحط من نهار على نهار والدواء مخرج لي انا غير 5 مليون في الشهر، ما غاديش ياخذ غير 6 شهور، غير 6 شهور اللي غادي ياخذ، ما غاديش يزعم فتره طويله، محدو غادي يطول في الدواء وينقص لي الدواء. اذا عندك 5 المليون؟ خاصك 5 المليون في الشهر. في الشهر. في الشهر مدة 6 شهور. لمدة 6 شهور. ومن بعد؟ ومن بعد غادي يبدا ينقص لي الدواء، ما غاديش يبقى مطول. وعندي لاميتيال ما مستافداش منها. كدفعي لهم الوراق؟ كندفع لهم ما كيجاوبونيش، جاوبوني غادي يعطوني شهر. وعطوني بالتاريخ قديم ورديت ليهم، دابا عامين ما جاوبونيش، عييت ما نغوتش. واش كيقولوا لك؟ واش كيقولوا لك بحال فاطمه تقول لك مرض ما داخلش عندنا؟ كيقول لك سيري بلاتي مازال 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 ما احنا ما معترفينش بهذا المرض، مشيت لعند البرلمانيين، مشيت لوزاره الصحه، مشيت لعند المحسنين، مشيت ما خليت فين، مشيت اي باب دقيتهم سدود في وجهي. انا كنطلب من هاد من هاد من هاد البلاصه كنطلب الناس يساعدونا، اي ام واي اب كيشوفني راه غادي يحس بيا. اي ام اي اب شافنا غادي يحس بيا، بعث الوليدات ماشي ساهلين، اسره مالهم الجيران ديالي كيقول لي فاصلك بقى واقف وكتمشي الجيران كيقول لي فاصلك بقى واقف. اذا انت بغيتي كتبقي في الناس كتقطعي في القلب ديال الناس. الجيران كلشي كيقول لك هذيك السيده فاصله باقا كتمشي وتجي. وراجلك كيفاش دايره حالك؟ مسافره وراجلك كلشي محطمين كلشي معصبين، الجيران وخوتي كيجيو عندي كيتعصبوا، كندي ولادي للدار عندنا كيقول لك باهز لك معاه، ما كنقدرش ما نفوتش يومين عندهم، لا كان شي عرس ما نحضرش، لا كان شي مناسبه ما نحضرش، ما نقدرش ولدي ما نقدرش. دابا الامل كله في هاد الوليد. الامل كله في هاد الوليد، انا بغيتهم يساعدوا. الخامس بغيتهم يساعدوا فيا انا، لا كان المحسن يشوفوا بيا بعين الرحمه وما يخلوش لي هاد الوليد. واش قهرني هاد الوليد؟ واش ما تيقولكش الطبيب اللي زعما فات الفوت عامين راه فات الفوت ولا كاين الامل؟ ما فاتش عليه الفوت، ما فاتش عليه الفوت، غير المساعده. غير المساعده نطلب من خوتي المغاربه يساعدوني يشوفوا بيا بعين. واخا وليدك فاطنة هو دابا عنده عامين، واش بحاله بحال الاطفال يعني كيتحرك تيتمشى؟ كيتحرك داك الشيء حركه قليله. كلشي عنده ضعيف، كلشي عنده ضعيف، الماكلة ضعيفة. تيبدا ينطق بدا كيهضر شوية ماما بابا صافي هادشي ما كيقول. كتحسي بديك ماما وبابا؟ كنحس بها. بغيتي تمسكي فيها؟ كينعسو كنبقى نشوف فيه، كنديرو قدامي كيشوفني كنبكي كيقول لك ماما ما تبكيش، كيمسح لي دموعي. إذا هذه معاناة حقيقية.